استذكرت الفنانة السورية سلا فواخرجي شقيقتها الراحلة نهى بكلمات مؤثرة معربة عن اشتياقها لها. ولجميع التفاصيل والأحداث التي جمعتهما متمنية لألا الرحمة والمغفرة. ونشرت فواخرجي بإنستغرام صورة قديمة ونادرة بتجمعها بشقيقتها، وأرفقتها بتعليق أشارت فيه إلى أنه اليوم بصادف عيد ميلادها. وكتبت الفنانة السورية: اشتقت لك كتير، واشتقت لكل تفاصيلنا سوا، وشو كتيري وشو غميقة وشو حنوني وشو مجنونة بعيد ميلادك، واللي ما طول كتير لأشبع منك. كل السلام لروحك اختنها. وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي منشور الفنانة موجهين لها رسائل الدعم والمواساة. كشف رجل الأعمال المغربي أحمد الحلو عن دخول زوجته الفنانة السورية ديما بياعة إلى المستشفى إثر تعرضها لوعكة صحية بسببه، حيث نقل العدوى لها بعد حرصه على الوقوف بجانبه. ووثق الحلو عبر خاصية ستوري بإنستغرام صورة لبياعة وهي بالمستشفى، إذ ظهرت على السرير بملامح متعبة ليحرص الحلو على الوقوف بجانبها وجعلها تبتسم، وكتب: حبيبتي وقفت معي بمرضي لانعدت هي. وتناقل الجمهور صورة الفنان معربين عن حزن لما أصابه، متمنيين لها الشفاء العاجل وسط مطالبات منهم بتوضيح تفاصيل حالتها الصحية. بعد أن شوقت المتابعين من خلال تغريدة شاركتها على تويتر لمعرفة اسم الأغنية الجديدة، أعلنت الفنانة نانسي عجرم عن اسمها وهو تيجي ننبسط. إعلان نانسي جاء من خلال تغريدة على تويتر شاركت فيها بوستر تشويقي للأغنية وعلقت عليه: قريبا تيجي ننبسط. وحرصت نانسي عجرم على التفاعل مع المتابعين قبل الإعلان عن اسم الأغنية من خلال تغريدة على شكل سؤال وجهته إلى المتابعين وقالت: انتباه لكل محبي الموسيقى، هل يمكنكم تخمين اسم أغنيتي القادمة؟